أربعة أو خمسة أفلام فرنسية على الأقل عادت إلى الأذهان خلال العقود التالية للحرب العالمية الثانية، واحدة من أساطير التجسس والخيانة خلال تلك الحرب. إنها المرأة التي عرفت شعبيا باسم القطة، فقد كانت تنظر إلى فريستها بعينين قاسيتين وقد شرعت مخالبها استعدادا للانقضاض عليها. رغم أن الغرام كان بوابتها إلى دخول هذا العالم، لكنها كانت تتمتع بالاستقلال، فهي تفعل ما تشاء وقت ما تشاء وليس عندما يعتقد الآخرون أنها يجب أن تفعل. رغم أنها خدمت ثلاثة سادة، اتضح في النهاية أنها لم تكن تخدم إلا نفسها. امرأة صغيرة رقيقة ذات وجه بيضاوي وأنف صغير، ولدت باسم ماتيلد لوسي بيلر في 29 يونيو عام 1908 في عائلة برجوازية في إقليم شاتورو بفرنسا. في الأسرة أطلقوا عليها اسم ليلي، وحصلت على شهادة في القانون من جامعة السوربون. بعد التخرج تزوجت من موريس بيلارد كاري وهو جندي سابق، ثم عمل مدرسا، وانتقلت معه إلى وهران بالجزائر حيث كان يعمل، وعملت معه أيضا في التدريس. بعد ست سنوات من الزواج اشتعلت نيران الحرب العالمية الثانية، وتركها زوجها للالتحاق بالجيش الفرنسي، ثم مات في الحرب في أحد الغارات الإيطالية، وعادت هي إلى فرنسا خلال النضال القصير لصد الهجوم الألماني على باريس والذي انتهى بهزيمة كارثية للفرنسيين في يونيو عام 1940. خدمت ماتيلد كاري وقتها كعضو في فريق الممرضين بالجيش الفرنسي، وبدأت في إقامة روابط وعلاقات مع أعضاء الخدمات الخاصة والضباط في الجيش الفرنسي. بعد الهزيمة تم نقلها إلى مدينة تولوز الجنوبية، والتقت هناك بضابط استخبارات عسكرية بولندي يدعى رومان جاربي شيرنياويسكي، الذي ظل في فرنسا كجزء من شبكة بولندية فرنسية للتجسس على الألمان. تقوم بنقل البيانات إلى السفارة البولندية في مدريد، وقد تم تعيين جاربي من قبل رئيس المخابرات العامة البولندية في فرنسا العقيد وينسيتي، وباستخدام أوراق مزورة لرجل فرنسي قتل في الحرب استطاع جاربي تشكيل شبكة للتجسس سريعة النمو داخل فرنسا. وفي 17 سبتمبر من العام 1940 وبعد عشاء في أحد المطاعم الفرنسية، استطاع جاربي أن يقنع كاري بالعمل معه بعد أن كانت قد وقعت في غرامه، وقام بتعليمها أساسيات مهنة التجسس كالكتابة بالحبر السري وطرق نقل المعلومات والتخفي. وبحلول الوقت الذي تم فيه تأسيس اتصال لاسلكي مع لندن في أوائل عام 1941، كانت الشبكة قد تألفت من وكلاء يعملون في كل المناطق الفرنسية التي تحتلها ألمانيا تقريبا. وسرعان ما ظهرت كاري كواحدة من أعظم أعضاء الشبكة التي عرفت فيها باسمها الحركي لاتشات أو القط، فلم تكن ماهرة في جمع المعلومات فقط، بل أيضا كانت تبث الثقة في نفوس زملائها بالشبكة. كانت الشبكة قد ازدادت قوتها في فرنسا، ووصل عدد أعضائها إلى ما يقرب من 120 وكيلا يقعون في مواقع استراتيجية في قلب المراكز الصناعية والأماكن الحيوية كالمطارات. وإلى جانب جهاز الإرسال الرئيسي للحلقة في باريس، فقد تمكنوا من استخدام ثلاث أجهزة إرسال إضافية لإرسال بيانات استخباراتية إلى المركز الذي انتقل إلى لندن. وقد ذكر القائد الفرنسي ليون سيمونو لاحقا أن التقارير التي كانت ترسلها الشبكة كانت تحتوي على معلومات لا تقدر بثمن عن تحركات القوات الألمانية ومستودعات الذخيرة ومحطات الوقود. شهر نوفمبر من العام 1941 كان يمثل الانتكاسة الكبرى للشبكة، ويرجع ذلك جزئيا إلى وصول الرقيب الألماني هوغو بليشير، وهو ضابط في المخابرات العسكرية الألمانية. كان قد تم تكليفه بالعمل في فرنسا المحتلة للقضاء على شبكة التجسس. كان بليشير يمتلك الكثير من المواهب كوكيل للاستخبارات والتي تضمن تدمير شبكة تجسس الحلفاء. وجاءت الضربة القاتلة بعد تكثيف وجود رجال المخابرات الألمان في فرنسا في أوائل نوفمبر عام 1941، ونجحوا في القبض على بعض المتعاملين ضدهم والذين زودوهم بمعلومات مهمة حول الشبكة، مما مكنهم من القبض على عدد كبير من الأعضاء. ألقي القبض على جاربي في وقت مبكر من صباح 17 نوفمبر عام 1941، وبعد بضع ساعات تم اعتقال ماتيردا كاري. وقد وفرت أساليب التحقيق القاسية بما في ذلك التعذيب البدني، وفرت لرجال بليشير سهولة جمع المعلومات.
كانت استراتيجية بليشير تتغير مع من لا يستجيبون للاعتراف بالتعذيب البدني، حيث كان يستخدم أساليب أخرى ضدهم كالهجوم النفسي والتي كانت تؤتي نتائج كبيرة عند البعض. تبع بليشير أسلوبا مختلف في التعامل مع كاري، ففي البداية قام بنقلها من زنزانة السجن القاتمة القذرة إلى فندق إدوارد السابع وهو من فئة الخمس نجوم، وقام بزيارتها هناك، وباستخدام أسلوبه الرومانسي استطاع إيقاعها في حبه. وفي إحدى زياراته لها وأثناء تناولهم لإحدى الوجبات الفخمة تمكن من إقناعها بأن العمل من أجله لن ينقذها من التعذيب والموت المحتمل فحسب، بل إنه سينقذ حياة رفاقها الذين سيحميهم من الإعدام، وأن كل ما هو مطلوب منها هو العمل معهم من أجل استقرار الأوضاع في فرنسا وتحقيق السلام، وبالتالي عليها مساعدتهم لخداع البريطانيين عن طريق إعطائهم معلومات كاذبة عبر أجهزة الإرسال التي تمتلكها الشبكة، وبذلك تصبح عميلا مزدوجا. في مذكراتها التي كتبت في نهاية حياتها اعترفت ماتيلد كاري في وقت لاحق أنه في غضون ساعات من استجوابها من قبل هوغو بليشير سترتكب أعظم فعل جبان في حياتها، والذي لم يكن فقط التعاون مع الألمان ولكن أيضا أنها ستصبح عشيقة هوغو بليشير. ذكر بليشير لاحقا في شهادته في أحد الملفات السرية التي عثر عليها بعد تحرير فرنسا أن كاري هي التي طلبت التحدث إلى أحد الضباط الكبار، وأنها من بادرت باستعدادها عن الكشف عن أعضاء الشبكة والتعاون مع الألمان. في غضون أيام من التحول كانت كاري تعمل على مساعدة شبكتها القديمة، وفي نفس الوقت تقود بليشير إلى المنازل وأماكن الالتقاء لعدد من الرجال والنساء الذين كانوا قبل بضعة أيام فقط من رفاقها الموثوقين. كانت كاري تحدد للألمان أعضاء الشبكة بإشارات غير مباشرة، مثل كلود جوفريت العضو بالشبكة الذي كشفت هويته عن طريق تحيته بقبلة في مقهى لويس الرابع عشر. استولى عملاء بليشير على أجهزة الإرسال الإذاعية الأربعة للشبكة، وانتقلوا إلى إحدى ضواحي باريس ليواصلوا إرسال رسائل إلى لندن كما لو أنه لم يحدث شيء. وبما أن كاري قد زودت الألمان بجميع الرموز اللازمة وجداول الإرسال والاحتياطات الأمنية التي كانوا يتخذوها، لم يكن هناك ما يثير شكوك المخابرات البريطانية. ومع ذلك فإن أحد ضباط المخابرات البريطانية والذي كان على علم بعمل الشبكة ويدعى بيير دي فوميكورت بدأ يشكك في ولاء كاري للشبكة، خاصة بعد قصة هروبها من الألمان. والاختبار ولا طلب منها في يناير عام 1942 شراء بعض وثائق الهوية المزورة، وفي اليوم التالي أحضرت معها مجموعة الأوراق المطلوبة كاملة وموضوع عليها الأختام الألمانية الأصلية وليست المزورة. صدقت شكوك فوميكورت بشأن خيانة كاري وعملها مع الألمان، واختار أن يواجهها بالحقائق التي باتت واضحة بشكل كبير، فانهارت كاري في البكاء واعترفت له بكل شيء يتعلق بعملها لصالح المخابرات الألمانية. لم يستخدم فوميكورت القواعد التي تحكم عالم التجسس المحفوف المخاطر، وذلك بالقيام بتصفيتها أو حتى تحذير باقي أعضاء الشبكة من التعامل معها، بل شرع في رسم خطة أكثر تعقيدا، حيث قام بإقناع كاري بالعمل مرة أخرى لصالح الحلفاء، مما يجعلها عميلا ثلاثيا. بعد مرور بضعة أشهر قرر المسؤولون في المخابرات البريطانية استدراجها للذهاب إلى لندن، وكان على فوميكورت رسم الخطة، حيث طلب منها إبلاغ بليشير أن فوميكورت كان يخطط للذهاب إلى إنجلترا لعقد اجتماع مهم مع رؤساء المخابرات البريطانية، وأنه يجري النظر في إدراجها في هذه المهمة الهامة، لأنه في هذه الحالة ستكون لديها فرصة كبيرة في التعرف على معلومات غاية في الأهمية الألمان. على الرغم من أنها أقنعت بليشير، إلا أن بليشير نفسه واجه صعوبة في إقناع رؤسائه في المخابرات الألمانية بالسماح لكاري بالقيام برحلة سرية إلى بريطانيا، ولكن في نهاية المطاف حصل بليشير على إذن لكاري وفوميكورت بمغادرة فرنسا. ليلة 26 فبراير من العام 1942 كانت موعد مغادرة فيكتوار، وهو الاسم الكودي لكاري عند المخابرات الألمانية، متجهة إلى بريطانيا مع العميل فوميكورت، وذلك عبر رحلة استكشافية عبر البحر وكأنهم مغامرين. وعند وصولهم المياه الإقليمية البريطانية التقطتهم المخابرات البريطانية التي كانت في انتظارهم بحسب إخبارية فوميكورت. تم أخذهما أخيرا ونقلهما إلى لندن، وهناك أدلت كاري لرجال المخابرات البريطانية
بريطانية باعترافات كاملة عن عملها مع المخابرات الألمانية وعلاقتها ببليشير والرسائل والمعلومات التي كانوا يرسلونها للبريطانيين، وأنها قررت العودة مرة أخرى للعمل مع الحلفاء البريطانيين. قامت المخابرات البريطانية باستغلال كاري لمدة 5 أشهر كاملة، وذلك بإرسالها معلومات مضللة للألمان. بعد مرور الأشهر الخمسة وبعد أن استنفذ البريطانيون رغباتهم من كاري، قرروا وضعها في السجن بتهمة الخيانة. وضعوها أولا في سجن هولواي ثم في سجن إليسبري. في 12 يوليو عام 1943 قامت المخابرات الألمانية بتدمير ملف كاري نظرا لانقطاع الأخبار عنها. بعد مرور 3 سنوات وبعد تحرير فرنسا من الألمان وبعد انتهاء الحرب، تم تسليمها إلى فرنسا في 1 يونيو عام 1945، حيث تم استجوابها لمدة 22 يوما ثم وضعت في السجن. وفي 7 يوليو من نفس العام خضعت لاستجوابها الأول أمام محكمة العدل في السين في غياب محاميها. وفي 29 أكتوبر كانت الجلسة الثانية لها بحضور المحامي الخاص بها، وقد أسفرت محاكمتها في 7 يناير عام 1949 والتي استمرت 4 أيام. وبعد الاستماع لشهادات من الناجين من معسكرات الموت، تم الحكم عليها بالإعدام. ولكن في 2 أغسطس عام 1952 وقبل تنفيذ حكم الإعدام، تم تخفيض هذا الحكم إلى السجن مدى الحياة بعد الاستئناف القوي الذي قدمه محاميها. لم ينفي محامي الدفاع عنها سلوكها الخائن، لكنه دفع بأن كاري كانت تواجه خيار الحياة أو الموت عندما أمسك بها الألمان في فرنسا، وأنها كانت بطلة في المقاومة الفرنسية منذ بدايتها وقدمت الكثير لهم. نظرا لتدهور حالتها الصحية داخل السجن، تم إطلاق سراحها في 7 سبتمبر عام 1954 بعد 12 عاما من الاعتقال، 3 منهم في بريطانيا و9 في السجون الفرنسية. بعد خروجها حاولت كاري استئناف حياتها بهوية جديدة، وقامت بكتابة مذكراتها في كتاب تم نشره بعنوان كنت أسمى القطة. ثم تدهورت صحتها بشكل كبير وفقدت بصرها وتوفيت في عام 1970.